السلام عليكم متابعي قناة درا وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعاً أنا حابب أشكر جميع اللي تفاعلوا مع صورة صبرة في الإنستغرام، عن جد شكراً كثير كثير لتفاعلكم. يعني أنا مش مصدقة لحد الآن، يعني شفت عدد المشتركين وصل للأربعين ألف، يعني عن جد كل الشكر يعني مش عارفة أعبر بصراحة عن فرحتي بصراحة. يعني عن جد شكراً لدعمكم، شكراً تفاعلكم بالمحطة، عن جد أنا بقدر هذا الشيء. وصدقوني يعني أنا بني آدمة بسيطة، يعني مستحيل إني أحط في راسي شغلة من دون ما حدا يشجعني، من دون ما حدا يدفعني، فأنتوا شجعتوا ودفعتوا المحطة يعني لأقصى الحدود. طبعا اللي حابب يسألني عن نوعية هاي الألوان اللي أنا لونت فيها صبرة، طبعا مش راح أحكي لكم، بدي إياكم تستنوا الفيديو الفصل الثاني من هذا الفيديو. طبعا خلونا نرجع لموضوعنا. في فيديو اليوم راح نقدم لكم ان شاء الله شخصية هي من تأليف خيال احد الفانز. طبعا هاي الشخصية اللي ألفها عمره 11 سنة، طبعا زي ما انتم شايفينها قدامكم هي شخصية سماها كينجي بعمر 14 سنة، بالرغم انه هذا الولد عمره 11 سنة واسمه فلاح. وتحية لك يا فلاح من وين ما كنت، وبيسعدني كثير تفاعلك، وكثير كثير حلو الشخصية والتصميم. بس فلاح يعني اكيد طلب انه الشخصية ارسمها بطريقتي انا، يعني هي زي ما انتم شايفينها رسمة بسيطة جدا جدا جدا. فخلونا نبلش في رسم الصورة بالخطوات، وإن حبيتوا هاي الشخصية فيكم كمان أنتوا ترسموها بالخطوات، ويلا نبلش. طبعا بداية طالما إنها الشخصية مصممة فأنا رح أكون برسمها بالطول، لأنه هيك جاي الصورة معنا بالطول. بداية طالما يعني زي ما حكيت إنها الصورة مصممة، رح أكون برسم الخطوط الأولية بهذا الشكل. طبعا بداية للصور اللي احنا بدنا نصممها دائما يا فلاح استخدم هاي الخطوط. اول شيء بترسم دائرة بهذا الشكل، بعدين وين منتصف الدائرة، هاي منتصف الدائرة، بنمد من خلال منتصف الدائرة خط بهذا الشكل، تمام بهاي الطريقة مدينا خطوط بهذا الشكل. طبعا هو مراهق عمره 14 سنة، ما بيكون وجهه طويل كثير، بيكون وجهه بهذا القصر. هسا طالما عملت الدائرة وخط بهذا الشكل، رح أكون بمد خط الوجه بهاي الطريقة، رح أوصلها للحية، هاي لحيته من هنا بتيجي. رح طبعا هو وجهه مطاول وهيك جاي بهذا الشكل، طبعا بهاي الطريقة رسمنا شخصية، وجه شخصية كينجي. طبعا تمام. هسا بالنسبة للعيون، العيون لو أنا مثلا سألتك سؤال من وين راح تبلش يا فلاح في العيون، مش راح تهزمل إذا أشرت لي هان، فبدي أحكي لك غلط. هاي المنطقة عبارة عن جبهة الشخصية، الجبهة اللي هي الصباح، صباح الشخصية أو مقدمة الرأس. العين راح تيجي هان بهذا الشكل. طبعا أنا شايف الصورة اللي أنت راسمها مطمل وجهه لتحت، يعني أنا بدي الخط أقوصه بهذا الشكل هيك وهيك. هذا طبعا الخط اللي انا رسمته هو خط عبارة عن خط العيون، اوكي؟ تمام، رح اكون برسم العين الاولى بهذا الشكل. طبعا عيون كينجي حادات بهذا الشكل. العين الثانية طبعا هاي المسافة لازم توازي هاي المسافة، رح اقوم ايضا بمد خط العين الثانية بهذا الشكل. طبعا عيون كينجي حادات بهاي الطريقة. هيك انت بتكون رسمت العيون بهذا الشكل، تمام. دائرة العين ما بتكون كبيرة، رسمها بتكون صغيرة بهذا الشكل. بهذا الشكل، تمام. انت مش عامل جفن، بس انا رح اعمل لك كينجي جفن. طبعا الجفن هو من جمال العين، هذا الجفن مش تفكروا الحاجب، جفن طبعا بهذا الشكل، تمام. الحاجبين
طبعا بيكونوا عاليات. انت مقربهن شوي على بعض. انا حابب في شخصية كينجي اللي انت بتحبها، حابب انه بعد شوي الحواجب عن بعض. يفضل انه العيون والحواجب انه نترك مسافة بين بعض مشان يبرز جمال الشخصية. بهذا الشكل مخمل الحواجب من قدام ومرفعهم من ورا بهذا الشكل. من هنا كمان هذا، هاي المنطقة لازم نعملها نفس هاي المنطقة، هاي المنطقة توازي هاي المنطقة، واحنا نرسم لازم عيننا تكون هنا مشان نطبق نفس الشيء في الاتجاهين في الوجهين. التطابقات أهم شيء الحاجبين. يعني أنا بعرف معاناتكم برسم الحواجب. أنا من ناحية الطلاب اللي بعلمهم، في عندهم أحيانا يعني بيرسموا ما شاء الله العيون منيح، بس في عندهم أحيانا صعوبة برسم الحواجب. طبعا هاي حواجب كينجي، راح نكون برسم الأنف. طبعا الأنف راح نهوده بهذا الشكل هيك وهيك. هذا أنف كين، هيك أنف أنمي، أوكي؟ طبعاً الفم، راح أعطيك ملاحظة للفم. أنت في الفم كثير مكربه على اللحية، يفضل إنه الفم تكربه شوي على الأنف بهذا الشكل، تعمل له هيك ابتسامة خفيفة، يعني ما تلزقه تحت تحت كثير على اللحية، لا خليه مرفوع شوي لفوق بهذا الشكل، لأنه عادة الفم بيكون أعلى من اللحية بشوي. اوكي هيك مشان يكون الوجه متطابق 100%. طبعا انت مش راسم اذنين، كان من المفروض انك ترسم اذنين في الصورة. طبعا الاذنين كيف بدي احدد مسافة الاذنين؟ من خلال هنا حفة العين، خط حفة خط العين من هنا وحفة الانف من الاسفل بهذا الشكل تساوي اذن، ترسم الاذن بهذا الشكل. يعني فضلا وليس امرا، يعني فضل انك ترسم اذنين، الصورة ناقصها اذنين، يمكن استصعبت ترسمهم فما رسمتهم. نفس الشيء هون هذا الشكل، رح نطلع هاي الجهة مشان نرسم الأذن بس بشكل عكسي، شرط إنها تكون متطابقة للأذن الثانية بهذا الشكل. تمام، هيك رسمت وجه كينجي. هسا كينجي عنا أصلع صح؟ رح نركب له شعر، بس قبل ما نركب له شعر خلينا نهود لخط الركبة. طبعا هو عمره 14 سنة، إذا الرقبة ما بتكون خميلة كرقبة رجل، هو كرقبة طفل يعني صغير مراهق بهذا الشكل. هيك رح تكون رقبته. تمام، بعدين منهود للجزء السفلي. هسا خلينا نيجي عند الشعر. طبعا عامل انت شعره يعني مهنفش شوية، يعني متعرج. تمام، هسا كيفية رسم الشعر. طبعا جبهته بتيجي من هنا لهنا، انت عاملها رح نقوم بتصحيح القليل من الشعر. هسا بداية بتبلش، هسا انت عامل هنا زي خصل شعر قصيرة بهذا الشكل، بتبلش من الخصلة دايما من الوسط، تعمل خط هيك، بعدين تبعد مسافة تعمل كمان خط هيك. نفس الشيء هون، طبعا خطوط الشعر بتكون متباعدة، هذا الخط جاي فوق الحاجب ورافعه لفوق بهذا الشكل، ومن هنا كمان من هنا بتبلش هيك بعدين هيك. ها مشان نبلش برسم الشعر. طبعا من هنا راح اقوم بطعج هاي الخصلة للخلف بهذا الشكل زي ما انت طعجها هان، يعني راح تغطي الاذن بهذا الشكل. تمام، هسا بقية الشعر أنا راح أقوم بتدوير الشعر بهذا الشكل. أنت ما أنك مدوره هيك الراس، أنت مدوره هيك، هو المفروض شوي تدوره مشان كثافة الشعر. نعمل خصلة بهذا الشكل، كمان خصلة بهذا الشكل. طبعا هاي مساحة الصلعة القرعة لإله، الشعر شوفوا كيف بيكون كثيف بهذا الشكل. نبعد كمان مساحة هيك، برفع خط هيك، برفع خط هيك، هيك على حسب ما أنا شايف في الصورة. بعدين بعمل خط بهذا الشكل، ببلش أجيب في الخطوط هنا، بعدين بميل الخط هيك للأسفل، كمان هيك الخط للأسفل بهذا الشكل. تمام، هسا بنيجي هنا بمد خصلي هذا الشكل من هنا. طبعا انا التغيير اللي راح اعمله بس هذول الخصولتين مثلا راح اصغرهم بهذا الشكل هيك، بعدين على نفس انحناءة الرأس او تدويرة الرأس
حكون بعمل خصل بهذا الشكل، يعني زي ما كأنه شعراته هيك ملفوفات لهذا الاتجاه. رح أكون من هنا كمان بالتعديل شوية مشان هيك مثلا نكثف هيك بهذا الشكل. تمام، هيك قمت برسم الشعرات. رح أكون بمسح الخطوط الأولية مشان ما يخربشنكم بهذا الشكل. طبعا أكيد في بؤبؤ في منتصف عينه، يعني كيف بلش معانا زي كأنه معصب وبين معانا كيوت هسه. طبعا هيك بيكون طفل عمره 14 سنة. هسه رح أقوم برسم خط الرقبة بهذا الشكل. طبعا هو لابس بلوزة بهذا الشكل. رح أقوم برسم كبة البلوزة بهاي الطريقة وعمل خطوط بهذا الشكل. تمام، هسا طبعا هو ماسك في ايده زي ماسك في ايده ريشة. رح اكون برسم الاكتاف بهذا الشكل، الكتف، هي الكتف الاول. طبعا بتكون بتعريض الاكتاف بهذا الشكل. هسا هو انت راسمه زي رافع ايده هيك لفوق، فمش حلو انه كطفل مراهق، يعني كولد مراهق انه رافع ايده هيك لفوق، يعني مش من اللائق جدا اني ارسمه. هاي انت رسمته بطريقة كيوت حلو، بس لو انا الشخصية اللي انا رسمتها بقدر اعمله مثلا هيك رافع ايده مثلا هيك زي طعجها طعج. هسا بفرجيك كيف. مثلا بهذا الشكل رح اكون برسم خط اولي، خط الايد الاولي بهاي الطريقة. مثلاً إصبع الإبهام من هان، بقية الأصابع بهذا الشكل كأنه بقول يو أو أهلاً، بدايته هيك رافعها بهذا الشكل. رح أقوم برسم الأكمام، كم إيده بهذا الشكل. كأنه هيك طاعج ايده بهاي الطريقة هيك كأنه بقول مرحب. تمام، الايد الثاني طبعا ماسك فيها ريشة بهذا الشكل زي ريشة رسم، ريشة للرسم. ما بعرف اذا بتبين من هنا ولا لا، ان شاء الله تبين معانا، اكيد رح تبين. هذا حجم الايد بهذا الشكل. طبعا من هنا طبعا اعمل له وسط بهذا الشكل، من المهم جدا يعني انك تعمل له وسط بهي الطريقة. الايد مثلا لهان تمتد بهذا الشكل. خلينا نرسمه ماسك ريشة بإيده. يعني إنه هو بيعبر إنه بحب الرسم. كبرنا الريشة شوي اللي ماسكها بهذا الشكل. طبعا الأكتاف مش حلو إنه نعرضها. رح أقوم هسا تلوين، كلب تلوين، برسم بقية
الملابس بهذا الشكل. هسه شو بكي عنا آخر شيء في الصورة؟ بكي عنا آخر شيء الرسمة اللي رسمها. طبعا هو راسم رسمة على بلوزته بهذا الشكل، حاطط جمجمة هاي الطريقة. طبعا هيك عيون الجمجمة على ما اعتقد بكون بهذا الشكل. طبعا في شعلة نار هنا هيك طالعة من الجمجمة. طبعا يمكن هذا شعار على بلوزته يكون. وهيك خلصت معانا الشخصية زي ما انتو شايفين، هيك رسمناها. فبتمنى انه تستفيد منها يا فلاح. رسمنا هيك شخصية كينجي، سوف نقوم بتخطيط شخصية كينجي، وسننتظركم ان شاء الله في الفيديو القادم اللي هو فيديو التلوين. طبعا رح اقوم بتخطيط الصورة، ومضطرة اني احكي تسريع مشان الوقت، وتسريع.